عرضنا المعرض للتنوع الثقافي يتناقش كامل، يتناقش عن الديانة، يتناقش عن التاريخ، يتناقش عن الحضارة، عن الأدب، يعطي فكرة كاملة، لأنه غابت به الأزمة بطل الظروف هذه. القراءة أثر كتير على المجتمع، انحرف كتير المجتمع، وبعد عن القراءة نحن بدورنا بهالمعرض أنه نرجع المجتمع ليقرأ ليتعلم ليفكر، تشجيع يعني للقراء اللي بعدوا عن القراءة. تعرف مثل ما قالت زميلتي يعني أنه بهالأوضاع وبهالأزمة فعلا بعدنا كتير، أنا عم عمم يعني كلنا مو بس أنه أخصص فئة، يعني بعدنا كتير عن الكتب والقراءة بشكل عام. من هذا المعرض استطعنا أن نجذب مجموعة كبيرة من الناس المثقفين والشباب، وبالنسبة للبيع كمان كان البيع جيد جدا الحمد لله، توفقنا بهذا المعرض، وإن شاء الله نتمنى أن نكون أفضل في المعارض القادمة إن شاء الله. حبينا نعمل شيء جديد في القامشلي من خلال الرجوع إلى القراءة من خلال معرض الكتاب الأول في جمعية، والهدف من المعرض بشكل عام الرجوع إلى القراءة. كتاب خير جليس، من هذا المنطلق أردنا من هذا المعرض أن يكون رسالة إلى المجتمع، حيث أنه في ظل الأزمة صار في عندنا أزمة فكرية، فأردنا أن نرسل رسالة للناس من خلال معرض الكتاب أن نعود إلى القراءة، أن نغير أفكارنا، أن نغير معتقداتنا، أن نغير أيديولوجيتنا نحو الأفضل إن شاء الله. المجتمع هو دائما بحاجة للكتاب وبحاجة للقراءة، لأن القراءة هي بالأساس الدرجة الأولى لثقافة المجتمعات وثقافة البشر.